الله يرحمه ويصبرك. انسي، يلا لكن كملي شغلك، وإذا بتسمحي لي بدي ألعب شوي مع مراد. طب ماشي، يعطيكي العافية. شكرا. شو صار معكم؟ شو قال الدكتور؟ رح يفوتوه على العمليات. يا رب تهون عليه وتشفيه. طمني ابني، فينا نشوفه قبل ما يفوت على العملية؟ هلا بسأل الدكتور. امشوا خلينا نستنى. يلا عجلوا، بركي بنقدر نشوفه قبل ما يفوتوه على العملية. يا رب يا رب. عمران يا رب دخيلك. الموبايل جاهز والزلمة على الطريق. بس يفوت ابي على العملية بنطلع ومنشوفه. ماشي. حبيبي أنا قلبي وعقلي وروحي معك. يلا صعب اللي كتير وبكون عندك ورح أوقف جنبك. لا تنسى أني بحبك. بما أنك ابتسمت معناتها هي من رفيف. أنا متوتر كتير، حاسس أنه في شي مهم بهالموبايل وخطير، وبظن أنه حياتي بدها تنقلب فوقاني تحتاني. بالأخير هذا قدرنا ونحن مضطرين نعيش. عمران ما في عنا مهرب. ايه يا ناس، انت وصلت؟ طيب ليكنا جايين لعندك. يلا وصل الزلمة. مرحبا أنس. أهلين. أهلين أناس. أهلين. لا تواخذنا عزبنا. ولو شو هالحكي؟ شو صار؟ راح شي منه؟ لا أبدا، البيانات لساتها مثل ما هي. يسلم. شكرا أناس، ما قصرت معنا. شوفك بعدين. بدنا خدمة تحرز. ولو عمران رح أتركك لحالك هلأ، بدي أطلع لعند أمك. طيب. اوف ما زبطت. ليك بابا ما زبطت. جرب حبيبي معين. مين معين؟ ليك أنا رح أعلمك تطوية هيك. وهيك. وبعدين الجناح. شفت؟ زبطت. يلا هلا اجى دورك. اوف ما عم تزبط معي. انا رايح. لوين رايح؟ رايح لعند امي. لا ما في روحه،
بلا بدي روح. لا ما بخليك، أنا ما عاد أتركك ابني. لا بقى تتركني أمي. ابني يا أمي. يا عمري أنت أمي. لا تبكي حبيبي. شو صار يا عمري؟ ليش عم تبكي؟ أنا بدي ضل معك. كنا عم نعمل طيارة ما زبطت معه وبلش يبكي. حبيبي يلا خلينا نمشي، أصلاً خالة سوزان عم تستنانا. جود بيك، أنا فيني أطلع بكير اليوم؟ ليش؟ قلت لك الصبح محمي زياد بالمشفى ولازم كون معه هنيك مشان العملية. طيب يا ريت توصلي سلامي لعمران لو سمحتي، وأنا رح أتصل فيه. ماشي شكراً لك. يلا حبيبي. مراد قلي أنت ليش بكيت؟ هيك كمان هيك بدك تبكي عند خالة سوزان؟ طيب خديني لعند أمي ديما. ديما عندها شغل كتير ولهيك أنا ما فيني أخذك لعندها، رح أضل مع خالتك سوزان. اتفقنا يا عمري؟ اتفقنا يا حبيبي. أنت يا روحي حبيت مكان شغلي؟ حبيته بس ما حبيت عمو هداك. قلي ليش يا عمري؟ شو بو عمو؟ طيب امشي. ايه انا منيح بابا. لا لا ابدا، والشغل تمام. ابن رفيف كان هون تعرف؟ ذكرني بمعين لما شفته، عن جد تخيلته هو. منحكي بعدين بابا. ملاك تعي جبت لك أكل. ملاك يلا تعي كلي لك شي لقمة. ملاك استنى وقف السيارة، عمل لك وقف أحسن لك. لك أنت جنيتي؟ شو عم تعملي؟ إيه جنيت، أنت جننتني. أصلا مين أنت؟ شو دخلك لتأخذني على البيت؟ أه؟ افتح الباب. بلا الحركات وقعدي مثل العالم والناس، رح سلمك لأمك ونقطة وانتهينا. هات سليم. إذا بتحكي كلمة زيادة بتجني على سليم، احكي طبيعي. لا تخافي ما راح اعمل لك شيء. اصحك تفتحي تمك وتحكي شي كلمه. اصحك. ايه بابا. بابا وينك انت؟ على اساس نروح على المشفى سوا، من ساعه ناطرتك. سبقيني، في عندي شغله صغيره وبلحقك. ايه ماشي. حنان انت شو مشكلتك؟ شو حكيتي معها لحتى مشيت؟ وحياتك انا ما حكيت شيء. معناتها بتعرفي انها كانت عندي. شفتكم بالصدفه من الشباك. حنان البنت مشيت، شو حكيتي معها؟ شبكي ما تحكي. بكفي بقى.
أنا ما حكيت معه شي، ما دخلني إذا راحت، نيناتكن ما بتهموني. بتعرفي حنان، أنا ما شفت أخبث منك بكل حياتي. شباب، شفتوا لي بنت طالعة من هون؟ هي بيضة شعرها طويل. لا والله ما شفنا حدا طلع. لا تكذبوا علي. شو هالحكي سليم؟ ليش لحتى نكذب؟ عمو زياد، بترجاك عمو لا تقول شيء لعمران. ديما فهميني شو اللي خلاك تعملي هيك؟ ها؟ كيف قدرتي تعملي؟ مثل ما حكيت لك، أنا ومحمود عملنا اتفاق حتى يروح ياخد رفيف من هنيك. كنت بدي أخلص منه، عملت هيك مشان ما أخسر حبيبي. أنتي حاولت تقتليها لرفيف، لهيك حطيت ايدك بايد ناس مجرمين. ما كان عندي حل غيره، عمران عشقها وخلتني اخسره. ابراهيم اصلا كان ناوي يقتلها، هو كمان ما بيطيق رفيف وانا ما بطيقهم كلياتهم. وقت نازلي اجت على القصر تاخد ابني، دفشتها من على التراس بايدي انا، موتها. بس والله ما كان قصدي، حياتي تدمرت بسبب رفيف واختها. نازلي شو دخلها؟ مو اختها لرفيف، انا بكره كل شيء له علاقه فيها او بيقربها. هالناس بكرههم كلهم. اللي وين لقيتها؟ ببيت الخدامة عنا بالقصر. شو؟ زيلي لشوف، يلا امشي قدامي. نلحي فوتي. ايه احكي لشوفوا ليه؟ شو اخدك على بيت يوروقان؟ شو رحتي تعملي عندن؟ اه؟ بكفي بقى، خلاص بدي اقدم الامتحان وبدي سجل بمعهد الموسيقى، وما عاد بدي اشوفوش حدا منكم. خرسي، وليه ما يسمعك محمود ليموتك؟ ايه ويسمع، ما حدا دخلوا فيني، ما حدا. فوتي لجوا، والله ما تطلعي لبرا مرة تانية لأكسر رجليكي. نقبري فوتي. أنا مليت منكم، تعبت. من الآخر بدك تدرسي شي مثل العالم يكون محترم، غير هيك لا تفكري بشي بتعدي بتنقبري بالبيت. لا تضغطي عليها كتير، هلأ إذا حس عليكم محمود مشكلة. ها ليش مين أنت؟ وشو دخلك فينا؟ هي أنا وأمي وفي أخي. أنت مالك من عائلة يوروقان؟ شو علاقتك بأخي؟ أه؟ تأدبي معه.
هالشاب أخوك. ابني يعقوب. أنت ومحمود ويعقوب إخوة. كيف؟ آمين. رح أنزل على الكافيتيريا أجيب شي ناكله. شو جبلك؟ أنا مالي نفس أبداً. كيف بدها تنزل اللقمة وأبوكي بالعمليات؟ يا حسرتي عليه. مرت عمي ما بيصير تضلي بلا أكل، ولا تنسي مشان تاخدي الدواء كمان. مريم خليكي، أنتو ما بيصير تضلوا بلا أكل، أنا هلأ رح جيب أكل للكل، يمكن نتأخر لأنه جلال وينه عمران؟ من الصبح ما شفته. بيكون عم يتمشى أو طلع لشي محل ما بعرف. لا لا أكيد في شي، حتى رفيف ما إجت مبين صاير شي. بس شو هو؟ خالتي نعمات، عمران متوتر شوي وطلع يغير جو مو أكتر من هيك. أنتوا مع المريض زياد يوروقان؟ إيه. المريض بحاجة دم، إذا في حدا منكم زمرة دم وآبة سلبي خليه يتبرع. جلال لازم نخبر عمران، خليه يجي بسرعة. يا ريت زمرتي من زمرة دمه. طيب اسأله ليعقوب. عمو زياد بترجاك عمو لا تقول شي لعمران. ديما فهميني شو اللي خلاكي تعملي هيك؟ ها؟ كيف قدرتي تعملي؟ مثل ما حكيت لك، أنا ومحمود عملنا اتفاق حتى يروح ياخد رفيف من هنيك، كنت بدي أخلص منه، عملت هيك مشان ما أخسر حبيبي. ما كان عندي حل غيره. عمران خير؟ شو صاير؟ شو بدي أحكي لك؟ لا تسألني. شو القصة؟ يعني رفيف طلع معاه حق؟ مو بس هيك ديما، أخ يا راسي ما عم صدق، ديما معترفة بكل شي. لو سمعت كلامها كنت عرفت شبني، وبابا كان بيعرف كل شي، بدي اياه يموت مشان ما اعرف شي عن اللي عملته. فهمت عمران، نحكي بعدين. عمي زياد بحاجتنا لدم. شو صاير معه؟ ما في شي لا تقلق، خلينا هلا نطلع لعندهم. يلا ليش ما فيني اتبرع؟ هذا جوزي. بس مع الاسف يا خانم انت زمرة دمك مختلفة. وأنا كمان زمرة دمي غير. احكي لنا الحقيقة لو سمحتي، إذا بابا وضعه منيح ليش لازمه دم؟ طمنوا، العملية ماشية بشكل ممتاز، بس هذا النوع من العمليات بيتطلب دم. يا الله. خير شو القصة؟ ما في داعي للقلق أبداً عمران بيك، لازمنا شوية دم للوالد، إذا ما توفر دم من حدا من عيلته نحن رح نضطر ناخد له من بنك الدم. فهمت عليكي، رح خبر سوزان. ها رفيف بنتي، شو زمرة دمك؟ بدكن دم؟ إيه. آبي سلبي. ها طابقة لزمرة دمه. طيب ماشي، كتير منيح عمران، أنا بتبرع. لكن يلا. طيب تفضلي معي لو سمحتي لنسحب دم. الحمد لله يا رب. وانتي رؤي تفضلي ارتاحي هون وكشفي عن ايدك، ما بتأخر. عمران حالتك ما لمنيحة، شوفي اللي صاير معك شي. رفيف أنا لازم روح على البيت هلا. ليش بدك تروح كلياتنا هون؟ مالكل ديما مو عرفت شي عنا صح كلامي؟ ويمكن عرفت أكتر مما أنا بعرف كتير، ما هيك؟ طيب ماشي روح أنت، دير بالك على حالك لو سمحت. بحبك كتير. وأنا كمان. ارتاحي لو سمحتي.
وينك؟ ساعة عم يرن التليفون ما سمعتي؟ يلا هاتي لشوف. تفضل محمود بيك. مو معقول شريكتي القديمة، كيف تذكرتيني؟ محمود أنا بحاجة لمساعدتك. لك الواحد بيقول مرحبا بالأول. خير، شو في؟ ما في وقت. شو المطلوب؟ اليوم عملية عمي زياد. ايه الله يعافي. بلا مسخرة هلأ، هاد الزلمة لازم يموت. ليش؟ ما حكيت لك من قبل؟ أنا كنت عنده وقت مفلج، عرف إني كنت التقي فيك، دري بإبراهيم وعرف إني دفعت له مصاري. وبعدين؟ شبك؟ مشان هيك مفلج، ما قدر يتحمل الصدمة، والله إذا حكى لنروح فيها. يا مجنونة، أصلاً أنا رحت وخلصت، انحكمت 10 سنين ولا نسيتي؟ محمود، احتمال تنعفى، كل فترة بيطلع عفو ممكن تنزل مدة محكوميتك. ديما عطيني الزبدة، شو بدك مني؟ بدي تدبر لي حدا يقتله لعمي. شو؟ ماني عم بمزح معك. اسمعي ديما، بنصحك تخليني رايق ها وانسي الموضوع. محمود ببوس ايدك، انا ما تخليت عنك وقت احتجتني وضليت معك، لا تتركني، اجا دورك لتوقف جنبي، هي اخر فرصة الي بترجاك يا محمود، ساعدني. ليكي ديما، بنصحك تستغلي هالفرصة الوحيدة وتهربي، واذا تأخرتي ثانية زيادة انا اللي رح خبر زوجك. ماشي؟ يلا خلاص باي. الله يلعنك حقير. اللي كيف بدي صدق هالحكي؟ كيف انت امتى خبروك؟ من جديد لعرفت. يا الله ما عم صدق. حاسس فيكي، انت تفاجأتي بعرف. لا ما فيك تحس. انت من وين بتعرفي لسليم؟ التقينا بالصدفة، وشو بيهمك هالحكي؟ مشان اقدر طالعك من البيت ما خطر لي غير هددك بسليم، ما رح اذي ابدا، اطمني هو مثل ابننا. حنان بنتك ما هيك؟ ايه طبعا، ليش كمان بتعرفيها؟ اذا انت بتكون اخي وحنان بتكون بنتك معناتها انا عمتها. هيك المفروض. انت كيف بتعملي هالشي فينا؟ رح احكي لكم كل شي صار بالتفصيل، بالاول خلونا نروح على البيت. ابنك محمود كمان بيعرف هالحكي؟ خليه يطيب وبعدين أنا رح أحكي له فهمه كل شيء. أنا رايح، عندي شغل ضروري. لوين ابني؟ أبوك لسه بالعمليات ومرتك هونيك عم تتبرع بالدم وانت بدك تترك وتمشي. أمي مضطر أمشي مو بإيدي. معلش خالتي، أنا رح ضل هون معكم. عمران أنا رح وصلك لبرا، أنا ساعة وبكون عندكم.
طيب أمي، مبين إنه عنده شيء مهم، بيخلصه وبيرجع. أكيد، ويعقوب كمان على الطريق، لا تقلقي. بدي له معناتها أبوه هون بالعمليات وهو من الصبح ما بين، يجي يوقف جنبه. طيب اتصلت فيه وقال لي على الطريق، اتصلت. آخ يا ربي، شو صاير لهم الكل؟ مو طبيعيين أبدا. بس بدي الله يصبرني. آخ يا ربي. عمران، كرمال الله اهدى شوي، شو قصتك؟ شو يلي عرفته عن ديما؟ ما بعرف شو بدي اقلك جلال، لهلا ما عم بستوعب. طيب اخي، حاول انك تهدي حالك قد ما بتقدر، ما بدنا القصه تكبر اكثر. هو الحكي سهل، كيف بدي لاقي حل لهالقصه؟ بتلاقي، انت فكر شوي ورح يطلع معك حل. جلال، اهلي اماني برقبتك، رح روح. ماشي، انت طمن بالك. يسلموا. عمي حنان، خلصت العملية؟ لا، لسه ما خلصت، الدكتور قال إنه ممكن تأخذ وقت طويل. طيب ووضعه كيف؟ الحمد لله، لهلأ العملية ماشية منيح. يلا سلام. وين رايح؟ بدي روح على البيت. دي مهنيك ما؟ ايه يمكن، اليوم ما شفتها. حنان، مبين في بتمك حكي. دي ما راحت. لوين راحت؟ ما كنت بدي قلك مشان ما يشغل بالك. قالت انه امها انكسرت رجلها وحملت حالها وراحت على المطار لتسافر لعندها. لا تزعل منا عمو، هي قالت لي ما خبر حدا مشان ما ينشغل بالكم بزيادة، بس انا ما قدرت خبي عليك، وانت رح تعرف بالاخر. تمام، هلا بشوفها. يلا طلعي انت. ديما، بابا وضعه سيء، حتى يمكن ما يطلع من العملية واحتمال نخسره. أنا بحاجتك، لا تتركيني لحالي. ديما؟ عمران، أنت شو عم تقول؟ يعني وضعه سيء؟ إيه، قال الشغلة بإيد الله. مو معقول. أنا مخنوق يا ديما، وبحاجة لعائلتي. أنتي وولادي، أنتوا عائلتي الحقيقية. أنا هلأ بالمطار، كنت بدي روح لعند أمي لأنه انكسرت رجلها، بس رح أجلها، ما رح أتركك لحالك. ما قدرت ضل بالمشفى، ما بدي أسمع خبر وفاته. أنا بالبيت، تعي لا تتأخري. ماشي حبيبي، جاية فوراً. استعجلي، عم بستناكي. طيب. تجيبي سيرة شي قدام محمود، عم تفهمي؟ فهمت، ما رح احكي. وقف محمود، شو عم تعمل؟ ما نبهك الشرطي ما تفكها؟ لك الله يهديك. طيب امي ماشي خلص، بس وين كنتي؟ ها؟ بعلمي رايحة تشوفي ملك وما عاد بينتي. بصراحة
ما كان بدي أحكي لك لحتى ما تعصب علي. أمي أنا ليش لحتى أعصب؟ إلا إذا خابصين شي خبصة أنت وياها وما عم تحكولي شو هي. في رفيقتي ساكنة هون لحالة قريبة علينا، مرضت شوي وبعتت لي خبر. إيه؟ أخي أنت بتعرفها لهي المرة شي؟ بالأول بعتت لها ملك بس ما طلع بإيدها شي، قام رحت أنا. طيب أمي شو فيها هي؟ إيه إذا قدران تبقى هون لحالك أنا بروح وبضل عندها شوي. ليش لا أمي؟ ما خلص أنا صحيت، يلا تيسر. يلا منيح. طيب ابني أنتوا ديروا بالكن على بعض، أنا قايمة روح لعندها. يسلموا بنتي. ألو يعقوب، وينك أنت؟ من الصبح عم يسألوني عنك. ما عاد عندي حجة لبرر لك. أنا شوي وبجي لأنه صار شغلات كتير معي وبس إجي بحكي لك. شو صار؟ شو هاي الشغلات؟ حكي لي لا تنطف لي قلبي. قلت لك لأجي بحكي لك. طلع بابا من العملية؟ لا لزمه ندم. إجت رفيفة تبرعت له، وضعه منيح. لا تقلق بس لا تتأخر، عم يستنوك. ماشي. يعقوب جاي على الطريق. شو هالطريق اللي ما كان يخلص لهلأ؟ من الصبح نفس الحكي. رفيف انتي منيحة؟ ايه رفيف تعرتحي هون شوي بلا ما تدوخي. شكرا ما في داعي. شكرا إليك حبيبتي، الله يرضى عليك يا رب. شو هالحكي مرت عمو؟ عمي زياد بمقام أبي وهذا أقل من واجبي. شكرا. أنا رح جيب شي شغلة نشربها. استنى جلال، أنا رح أجي معك ومنه بشم شويتها ونظيف. بنتي أنتي تعي ارتاحي بلا ما تدوخي. معلش أنتي اطمني. إيه طيب براحتك. جلال أنا غلي قلبي رايحة لعند عمران. استني شوي، ما بتلاقي غير إجا. بحياتي ما شفته متوتر هيك. بعدين هو راح لعند ديما، واضحة صاير معه شي. شو القصة؟ عمران أمني ما أحكي ولا كلمة، صدقيني حتى أنا ما فهمت شي. بس يا جلال أنت على القليل بتعرف شو بومو. رفيف بترجاكي لا تحرجيني بقى. مو قدران استنى، أنا رايحة. بس إذا أنتي رحتي رح ينتبهوا إنه في شي. قلبي مو مرتاح أبدا، بدي يكون جنب زوجي. معقول هو بحاجتي وأنا هون؟ ما بعرف. يلي بريحك. تعرفي أخذنا ثواب كبير، أنا كل ما بشوف هدول اللاجئين بزعل عليهم. يا ريت فينا نعمل أكثر من هيك. عمران بيك بعت له التياب، أنا الشوفير قال لي. أكيد لأنه ما في أطيب من قلبه. الله يعافي زياد بيك ويفرح قلبنا إن شاء الله. غصون أنت فوتي هلأ وبس يجيبوا العرباية منغسلها سوا. لوين رايحة؟ بدي أشوف سليم، قال لي نازل على الشغل بعد الظهر، بخاف يتأخر. هلأ سليم بده يتأخر على الشغل، شو شايفتي ولد صغير؟ ومع هيك بدي اطمن. يلا أمي. لساتك هون؟ يلا على شغلك. أمي قلي لي الحقيقة هلأ. حقيقة شو؟ شو بك؟ مين هي أمو لعقوب بيك الحقيقية؟ برأيك هذا الحكي بينحكى بهيك مكان؟ عيب. قلي لي الحقيقة وفورا، مشان هيك ما بدك ملاك. وأنا شو بيعرفني؟ ما عندي خبر. وشو علاقة ملك بيعقوب بيك؟ لا تكذبي علي، سعاد خانم هي أمه. شو؟ لا تحكي شروي غروي، ضب لسانك. اتصلي واسأليها. مستحيل ابني، أكيد أنت غلطان. أمي أنا اليوم سمعتهم بإذني. تعال نحكي جوا. استني أمي، أنت كنت عارفانة كل شي وما حكيتي لي. ابني وحياتك ما كنت بعرف. سليم وينك؟ أسيل عمران بيك رجع على البيت، تعالي بسرعة بلكي بده شي. احكي لي لشوف شو اللي عم يصير.
شبك؟ انت ليش عم تبكي؟ شو عاملة كمان يا ترى؟ إذا بدك رح أحكي لك كل شي مخبيته. أنا ما إجيت لأنك تقوصت وقت خطفت المرأة. أنت مو خاطر ببالي أصلا. أنا من زمان باسطنبول، كنت تاركي البيت، هربت من البيت لأنه كان بدي غني هون، وفي بار باسطنبول بغني فيه كمان. بتتذكر وقت طلعت من المستشفى وما إجيت للصبح؟ أنا كنت عم غني هنيك. انبسطت هلأ؟ اللي ارتحت؟ استنى لسه ما خلصت. وبحب شاب كمان، بدك تعرف مين هو؟ متذكر الجماعة يلي دمرت لهم حياتهم كلها؟ بيت يورقان، هو بيشتغل عندهم واسمه سليم. خرسي لا تفكر إذا ضربتني الحقيقة بدها تتغير. ملك، موتك هلأ، فهمتي؟ ولك بذبحك. نلعي لبرا، نلعي. حتى امبارح هربت من البيت وكنت قاعد ببيت يورقان وضليت متخبية عندهم طول الليل. ملك مين يورقان؟ رح تجننيني انتي. لا تتوتر، ما بتعرف انه يعقوب يورقان طلع اخونا الكبير؟ فيك تسأل امي بس ترجع، هي هلأ ما راحت لعند رفيقتها، راحت لتشوف ابنا الكبير. يعقوب؟ يا روحي، يا ريت لو ضلينا بريئين مثلك، يا ريت كنا ما عشنا مع كل هالوجعات. يلي صار صار للأسف. هيك طلع قدري، مو بإيدي. يلي صار ما بيتصدق، وبالنهاية طلع حقيقة وعم نعيشها. بكرة رح تكبري وتصيري أحلى صبية بالدنيا، ورح تسأليني عن أمك. شو بدي جاوبك؟ بتمنى لما يجي هداك اليوم الصعب تفهميني منيح يا بنتي وتسامحيني. تعي جولنار. أنا خبرت أسيل وغصون وهن عم يستنوك تحت. جاهزي إنجي، رح تروحوا عبيت الرشادية. حاضر بنتي حياتي، أنا بحبك يا بابا. يلا خديها. يا ترى ليش بعد ورانا عمران بيك؟ بتعرفي شي؟ أبصر شو صاير؟ خير عمران بيك؟ طلبت تشوفنا، شو القصة؟ لا ما في شي بخوف، أنا رح أبعت معكم مرافقة على بيت الرشادية، بتنتبهوا على الأولاد، رح تضلوا هنيك لفترة. ليكون زياد بيك صار له شي؟ لا شو هالحكي، بعيد الشر. بابا رح يطيب إن شاء الله، العملية رح تخلص. معناتها ليش ما بدك حدا يضل هون؟ غصون لا تسأليني، يلا على السريع.